זוודי תליהו. الله معكم. بيخبروا عن شاب كان دايما يشتكي ويقول مش قادر اتحمل ألامي، أكيد هي أكبر مني بكتير، وبيقصد أحد الحكماء لحتى يشكيله همه. بيقول له الرجال الحكيم مشي معي على شط البحر وهونيك رح فرشيك الحل كيف بيكون. بياخد الرجال الحكيم كمشة رمل بيحطها بكباية مي، المي بتتحوكر. بيصرخ الشاب وبيقول له الميات صاروا مجويين. بياخد الرجال الحكيم الميات بفضيهم من الكباية، من جديد بياخد بإيده كمشة رمل وبيكبها بالبحر، البحر بيضل صافي. الرجال الحكيم بيقول له للشاب الآلام هي مثل الرملات، وأنت عليك تختار أنك تكون كباية بتتعوكر من كمشة رمل أو تكون بحر ما بيتأثر بكمشة الرمل يلي بتنكب فيه. زويدي بتقلي وبتقلك الألم موجود بحياة كل الناس، يم نتحمله بصبر وبيقدسنا، يم نرزح تحته وبيكرسحنا. خلينا نحمل أوجاعنا مع الرب يسوع، نمشي درب الجلجلي لنقدر نكون شركة بمجد القيامة. والله معكم. زوادة اليوم. ثلاث دقايق يومية صبح وعشية. زوادة اليوم من صوت المحبة.